اخر حاجة عايز اقولها لكم، وانا اسف اني اطلت عليكم كلكم، لما بنيجي نفتتح حاجة زي كده بنيجي كلنا وبنبقى قاعدين وفي العلن بنعمل ومبسوطين وفرحانين وما بنخبيش حاجة. اللي بيتآمر بقى عشان يهد ويدمر ما بيعملش كده، بيبقى في الخفا، بيبقى غير معلن، عشان هو عايز يهد ويدمر، عايز يهد وإيه. شوفوا، وأنا بقول لكل اللي بيسمعني واللي بقوله ده هيبقى بعد كده كلام ممكن الناس تفهمه اللي أنا أقصدهم، يعني لا يمكن أبدا تطلع بلاد لقدام من خلال تغيير بالتدمير. تغيير بالإيه؟ بالتدمير. لا يمكن، ده ضد كل السنن، ضد كل السنن اللي خلقها ربنا. البلاد بتطلع بالبنى وبالتعمير وبالتآخي بين الناس وبعضها وبين حب الناس لبعضها، بالقتل، بالتخريب، بالتدمير، مفيش، مش هيحصل. وانا بقول لكم كده لان هي الفكره كلها مبنيه على كده، على استنزاف قدرات الدول في صراع لا ينتهي لصالح اللي بيعمل الصراع. مش هينجح، مش عشان هو ضعيف، لا، لان هو الاساس الفكري والانساني والاخلاقي وحتى الديني مش موجود، فما فيش اساس. فنحتفل واحنا كده، لان احنا ما بنتامرش، مش عايزين نهد، مش عايزين نخرب، مش عايزين نضيع، عايزين نبني ونعيش، الناس تعيش معانا. مش عارف الكلمة دي محمد اقولها ولا ما اقولهاش، فضل. بس انا هقولها وما تاخذنيش يا محمد. فضل. محمد عبد الحي افندم، انت بتقبض كام؟ بقبض 14200 جنيه يا فندم. طب يعني بالباقي يا محمد؟ 14200 جنيه يا فندم. انتوا عارفين محمد عبد الحي مش غمض عينيه، غمض شعرايه من جفن عينيه في مشروع زي كده يعمل له كل يوم 10-12 مليون جنيه كل يوم. احنا بنتكلم على عشرات وقد تصل الى مئات المليارات من الجنيهات في المشاريع دي. بسأله في يوم انت ساكن فين؟ فقال لي انا ساكن يعني مش عايز اقول الاسم في حته بعيده يعني. فقلت له يعني انت بتركب عربيه الجيش؟ خلي بالكم عربيه الجيش من بيتك لغايه الشركه بتعمل 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، 80 كيلو. قال لي اه. قلت له طب بنزينها بكام؟ بنزينها ايه؟ بكام؟ كل يوم على مدار سنه؟ لا 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 لا، شوف لك سكن قريب يا محمد، شوف لك سكن قريب يا محمد. فقال لي يا فندم ما عنديش غير الشقه اللي انا عايش فيها. قلت له بيعها وبكمل. طب حد من اللي بيسمعني يقول لي ما تسيب له اخي مليون من حاجه، ادي له من اللي انتوا بانيينه ده، ادي له فيلا يقعد فيها ولا شقه كويسه يقعد فيها وخلاص. يعني ده يعني انت عارف مرتباتهم كام. انا بقول برضه الكلام ده تاني للناس اللي بتسمعني في مصر، اوعوا تكونوا فاكرين ان الكلام دوت معناه ان حد ياخد ويحط في جيبه. لا والله، لا والله، من اول انا لغايه اي حد جنيه واحد لا، واللي يعمل كده مالوش مكان بينا. بقول الكلام ده لمحمد وارجو ان ما يكونش يتالم ان انا قلت الكلمتين دول. انت مقدر وانت وكل زمايلك باللي بتعملوه، بس انا حبيت اقول لكم يعني ان مش معنى ان الناس دي بتعمل ده معناها زي حتت اخرى اللي بيشتغل في مكان يقولك لا انا بشتغل في المجال دوت هات لي 100 ألف جنيه، اللي شغال في قطاع مش عارف ايه
ياخد 200,000 جنيه مش عارف ايه. لا ما ينفعش الحد الاقصى معايا. لا ده اخر رضا ولا مش كده؟ تمام فندم. مبسوط؟ رضا يا فندم. مكفيين؟ الحمد لله يا فندم بفضل الله. طيب يا محمد انا بشكرك وارجو انك ما تاخذنيش، بس انا حبيت اطرح دي. الكلام ده مش بينطبق على محمد، ده بينطبق على كل الناس اللي شغاله معانا، لان احنا ما عندناش، ولان برضو في ناس بتطلع كلام مغرض ملوش حقيقه. والله انا والله ما له مكان، ما فيش مكان لاي كلام من هذا الامر او التجاوز، والله انا بحلف، لا بشكل قانوني ولا بشكل غير قانوني، كله كده. طب الامور ماشيه طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمقابل اصله مش فلوس، المقابل عز مصر. المقابل ايه؟ لا خلي بالكم من التعبير ده كويس. المقابل اللي احنا بناخده كلنا مش فلوس، عزها وشرفها وكرامتها وكبريائها بين الدول، ما تبقاش غير في مكانها الحقيقي. ده تمن، ما هو اللي بيموت شهيد هياخد ايه؟ في الجيش ولا الشرطه ولا فين؟ بياخد ايه يعني؟ ده ساب ولاده اطفال وساب زوجته وراح عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح صحيح، بياخد الكرامة. انا بقول بس عشان تبقى الامور، مش عايز انسى التنسيق مع القطاعات الاخرى محمد، عشان كلنا نتناغم مع بعضنا. وانا بشكرك وبشكر كل القائمين على المشروع، واتفضل كملوا المشروع. شكرا محمد، شكرا.